النهارده دكتور احمد عبد العاطي استاذ امراض القلب جامعه اسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا دكتور. از تشير از ون اوف ذا تشير بيرسونز في كارديو اليكس وواحد في بورد ممبرز كمان في كارديو اليكس, حضرتك ممكن تقول لنا ايه الجديد السنه دي وايه الدراسات الجديده اللي اتعملت؟ الجديد السنه دي في كارديو اليكس ان احنا اولا عندنا عدد من مشاركين الاطباء اكبر من كل سنه. السنه اللي فاتت عندنا 5000, السنه دي عندنا 7000. الجديد برضو ان احنا اصبح عندنا مشاركة من اطباء من الخارج من افريقيا, ودي يمكن تاني او تالت مرة بعدد كبير من الخليج up to اليمن. عندنا عدد كبير جايين من اليمن, عندنا abstracts جاية من العالم, من الصين, من الدول العربية, من اوروبا, من تركيا, من اماكن كتير ما كانتش بتيجي قبل كده في مؤتمر, وده معناها ان المؤتمر له سمعة عالمية قوية جدا بتخلي الناس عايزة تنشر ابحاثها فيه او تتواجد فيه. المؤتمر بتاعنا حاصل على اكريديتيشن من الجمعية الاوروبية للقلب زي مؤتمر الجمعية الاوروبية للقلب اللي بيتم كل مرة في اوروبا, وده معناها هاو سترونج, يعني قوي جدا المؤتمر ده. في مجال تخصصي مسح الزاري للقلب انا عندي 2 ضيوف من الولايات المتحدة الأمريكية, دكتور روبرت هندل ودكتور جريجوري توماس, أسماء كبيرة جدا في الفيلد بتاع المسح الزاري للقلب. الاثنين كانوا رؤساء الجمعية الأمريكية للمسح الزاري للقلب في السنوات الماضية, وهم دير فريندز بالنسبة لنا وفي بيننا أبحاث مشتركة في مجال المسح الزاري للقلب. كل واحد فيهم إدى 5 محاضرات كانت مهمة جدا في المجال بتاعنا, ومجال التعاون ما بين المسح الزاري للقلب والأشعة المقطعية ورنين المغناطيسي. لكن أهم حاجة أنا شايفها من الحاجات المهمة جدا في المؤتمر ده إن المجموعة المصرية اللي هي مكونة من أستاذ دكتور عادل علام من الأزهر, أستاذ دكتور علي عبد الفتاح من القاهرة, ومني أنا مشاركة من إسكندرية, نحن قدمنا دراسة ميدانية وتسجيل لحالات حوالي 21,000 مريض عملوا مسح زري للقلب عندنا في اسكندرية في الجامعة أو في جامعة القاهرة أو في مركز خاص في القاهرة. 21,000 عيان دول بصينا فيهم كل واحد قدم الجزء بتاعه, فلقينا إن إحنا مشتركين إحنا الثلاثة في نقط مهمة جدا. أول نقطة إن إحنا عندنا إصابة شرايين تاجية بدري, مستوى العمر من 53 ل 55 سنة, معظمهم فوق سن 30 سنة, وانه معظم الحالات دي في السن اللي اقل من 60 سنه, يعني فوق 60 سنه اقل, 60% من مرضانا اقل من 60 سنه وحوالي 30% اكتر من 60 سنه. وهنا ده نقطه مهمه جدا لان مرض زي ده بيؤدي الى اعاقه للمريض ومضاعفات وسكته قلبيه وهبوط في القلب, ويبقى في السن البرودكتيف والمنتج دي مشكله ما ينفعش ان احنا نسكت عليها, لازم نتصرف, ما ينفعش نستنى. لما كان بيجي في سن 70 سنة نقول خلاص ماشي أكبر أدى مهمته, لكن في اليانج ده مش ممكن أبدا. نمرة 2 إن الإصابة عندنا في الشرايين التاجية وفقدان جزء من عضلة القلب نتيجة الأزمة القلبية عندنا جزء كبير جدا عن بره, بنقسمها بسكور, سكور بره من 8 ل 10 عندنا 17, يعني عندنا جزء من عضلة القلب يفقد بالأزمة القلبية أكبر كتير من بره. يبقى إذن عندنا نوع من مشاكل الشرايين التاجية على القلب والإصابة أكثر عنف ومبكرة عن بره. نمرة 3 لما خدنا المجموعة اللي هم مدخنين فقط وما عندهمش لا ضغط ولا سكر وقارناهم بالمجموعة اللي هم عندهم ضغط وسكر, وكنا نتوقع إنه اللي عندهم دخان بس وما عندهمش ضغط وسكر هتبقى الإصابة عندهم أقل, واللي عنده سكر وضغط ده عنده إصابة شديدة جدا. للأسف لقينا العكس, وتقريبا إيكوال زي اللي عنده تدخين بس زي اللي عنده ضغط وسكر. وبالتالي لازم بننوه إنه التدخين يا جماعة مش مجرد عادة سيئة, لا, التدخين فعلا قاتل, يؤدي لسرطانات ماشي بعد الشر ومفيش مشكلة وكل واحد بيقول لما بتاع الكلام ده كله, لكن إنك تعيش بأزمة قلبية وتعيش عندك هبوط في القلب وتعيش ما تقدرش تطلع دور سلم, ما تقدرش تشتغل, ما تقدرش تمارس حياتك اليوميه بسبب تدخين,
هل ده ينفع؟ لا. لما حطينا على علبة السجاير العين اللي في العين المركزة وعجاز تنفس صناعي ما أثرش خالص، ما أثرش. أنا بشوف مرضى كتير حاطين العلبة دي جوه علبة تانية شيك قوي عشان ما اشوفش الصورة دي، وبالتالي لم ننجح إن احنا نقلل التدخين بالصورة دي. لكن عشان ننجح لازم ننزل الناس ونتكلم معاهم، لازم نقنعهم بالمشاكل اللي عندنا وسبب التدخين، لازم يعرف هو الكلام ده مش مجرد عيان في عينيه مركزه ولا تمام بيشرب غير جنبي اهو وما عرضلوش حاجه. لما بيقول لي كده اقول له اصبر عليه هيجرى له، وربنا يودينا ويديك طول العمر وهنشوف. وبالتالي مهم جدا ان احنا نوعي المرضى بتوعنا لتبطيل الدخان، ضبط السكر، ضبط الضغط العالي، ضبط الكوليسترول، اضبط الاكل، مارس رياضه حتى لو كانت المشي 5 أيام في الأسبوع، كل مرة 1/3 ساعة تكفينا جدا. لو زودت خير وبركة، لو عملت دول هتستفيد كثير جدا. ميرسي جدا لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.